يا مساء الرضا والفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي اون تايم سبورت في كل مكان. حلقه جديده من برنامج الهدف تحت شعار اللي خايف يروح. الاهلي بيكسب الداخليه النهارده 4-1، 11 فوز متتالي للنادي الاهلي في بطوله الدوري المصري الممتاز خلال الفتره الاخيره. النادي الاهلي رفع شعار اللي خايف يروح في سبيل حفاظه على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز. بداية التسجيل كانت عن طريق المتألق في لقاء اليوم، ولينا وقفة معاه طبعا وسام أبو علي. سجل الهدف الأول للنادي الأهلي، بعد كده بالتخصص وسام أبو علي بيسجل ركلة الجزاء والهدف الثاني للنادي الأهلي بمعلمة كبيرة جدا. بعد كده سجل إمام عاشور، وبالتخصص في الدقيقة 59 اللعيب الوحيد تقريبا في مصر اللي بيلعب في خط الوسط اللي عنده أهداف من تسديدات إن لم تخني الذاكرة، اللعيب الوحيد اللي عنده الميزة دي، وبيفكرنا بميزة كانت موجودة في كبار نجوم الكرة المصرية في سنين سابقة. بعد كده في الدقيقة 93 محمود العربي أوكا بيجيب هدف الداخلية عشان يقلص الفارق، ثم يعود النادي الأهلي بتسجيل الهدف الرابع عشان النادي الأهلي يصعد أو يبقى في المركز الثاني برصيد 54 نقطة من 22 لقاء. هتقف قدام أو هتقف في هذا اللقاء قدام ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية إن زي ما قلت لك الأهلي ماشي في طريقه بشعار اللي خايف يروح، بيكسب كل الماتشات وهو كويس وهو وحش عشان يحافظ على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، وده شيء في منتهى الصعوبة إن أنت تقدر محافظ على قوتك في كل الجبهات. بيراميدز خسر دوري أبطال أفريقيا عشان يقدر مكمل يكون يفضل مكمل في الدوري. الزمالك راحت أماله في المنافسة على لقب بطولة الدوري عشان يعرف يكسب الكونفدرالية. الأهلي قادر يعمل التوازن، قادر أنه يكسب في دوري أبطال أفريقيا ويكسب البطولة الأفريقية وكمان يفضل مستمر في انتصاراته في بطولة الدوري المصري ممتاز، حتى وهو في بعض اللقاءات أداؤه بيكون سيء، لكن إزاي أو بيعرف إزاي يكسب عشان يقدر يخطف بطولة الدوري البطولة المفضلة لي. تاني مشهد تقف عنده مهم جدا الأسد الأهلاوي إمام عاشور. مفيش مشكلة خالص إن أنت يبقى عندك لقطات تبروزها مع الجمهور زي إمام عاشور. في بعض الأوقات بنقول له اللقطات دي كتير، في بعض الأوقات بنقول له ده ممكن يبعدك عن تركيزك، لكن طالما إن اللقطات دي أو المشاهدات دي أو المشاهد دي ما بتأثرش على تركيزه، بل بالعكس ده بيتألق أكتر وأكتر. يعني عايز أقول لحضراتكم بالأرقام ده أحسن موسم في الدوري المصري لإمام عاشور حتى الآن، واصل لست أهداف وخمس أسيستات، أعلى رقم كان وصل له قبل كده مع الزمالك في إحراز الأهداف كان 4 أهداف، وفي الأسيستات كان 5 أهداف، كان 5 أسيستات، فهو وصل، أنا آسف، كان أعلى رقم وصل له في عدد الأهداف مع الزمالك كان 5 أهداف و5 أسيستات، فهو كده عادل أحسن مواسمه مع الزمالك من ناحية الأسيستات، وتفوق على أحسن مواسمه مع الزمالك من ناحية الأهداف. ففي 17 لقاء خاضهم إمام عاشور مع الأهلي حتى الآن جاب 6 أهداف وعمل 5 أسيستات ب11 مساهمة تهديفية في 17 لقاء لعبهم إمام عاشور مع الأهلي حتى الآن. واحد من أجمد وأفضل الصفقات اللي عملها الأهلي في آخر 10 سنين. تطلع من إمام عاشور إلى الرافال الفلسطينية، مش الرافال الفرنسية التانية، التانية دي كان اسمها الرافال المصدية مش الفرنسية، الرافال الفلسطينية بقى اللي هي من أرض العزة والكرامة رأسا إلى مختار التتش وسام أبو علي، ده اللي تقدر تقول عليه فرود يليق بطموحات جمهور الأهلي. شوف إحصائيات وسام أبو علي، شوف في اللقاءات اللي لعبها حتى الآن مع النادي الأهلي في 16 لقاء سجل 8 أهداف وعمل 4 أسيستات ب12 مساهمة تهديفية في 16 لقاء منهم لقاء وحيد في دوري أبطال إفريقيا. في الدوري لعب 15 لقاء جاب 7 تجوال و4 أسيستات، يعني قدر
يشارك ب 11 مساهمه تهديفيه في 15 لقاء لعبهم مع الاهلي في بطوله الدوري. دي الصفقات اللي تعمل الفارق، اللي تصنع الفرق، اللي تقدر تشيد بيها وتقدر تتكلم عنها وتقدر تحطها فوق راسك، لان هي عامله الفارق مع ناديها. وطبعا هو هداف النادي الاهلي في الفتره الاخيره بلا جدال وبلا منازع. الاهلي بيسير بخطى ثابته لمنافسه شرسه جدا 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 مع بيراميدز على لقب بطوله الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، اكدها النهارده بالرباعيه في شباك الداخليه. طلع الجيش لعب النهارده مع الاتحاد السكندري في ماتش انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف. ونروح من ماتشات الدوري ومن الاهلي ومن لقاءات الدوري الى الزمالك. بصوا يا جماعه، كابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك وادارته لو كانوا جبل كان نطق من البلاوي. يعني تعدى الموضوع مرحله مشاكل وتحديات، لا هي عباره عن بلاوي اتنقلت من الاداره السابقه الى الاداره الحاليه. هوري لحضرتك بعض الارقام تشوف الاداره دي حلت ايه وبتحل ايه وورثه خراب عامل ازاي. يعني لو في اشخاص كانوا يقصدوا يدمروا نادي الزمالك ما كانوش هيعملوا اللي معمول فيه دلوقتي. يكفي ان انا اقول لحضرتك ان اجمالي ما تم سداده من غرامات من قبل الاداره الحاليه اللي بقالها في نادي الزمالك 6 شهور او 8 شهور، جم في شهر 10/20/23 8 شهور، سدوا 4.2 مليون دولار. متبقي عليهم غرامات مستحقه ما فيهاش تفاوض 1,700,000 دولار. المبالغ بقى اللي مطلوبه في قضايا متداوله ومشاكل ومفاوضات تصل الى 2.5، يعني 2.5 مليون دولار. انت متخيل حضرتك شايف القصه عامله ازاي؟ يكفي ان انا اقول لك ان لعيب زي انداي عقده السنه الجايه 1,097,000 دولار. اقصى حاجه انداي كان اخدها في اي نادي في سويسرا ما كملتش 200,000 دولار. يعني بياخد في السنه الواحده قد اللي بياخده او اللي كان بياخده في سويسرا في 6 سنين. عشان كده هفضل اقول واكرر وعيد وازيد ان ما حدث في التعاقد مع خالد بوطيب، ابراهيم انداي، سامسون اكينيولا يستوجب التحقيق القانوني والرسمي، لان هذه التعاقدات بها شبهه فساد فاضح وواضح واهدار مال عام. احنا استعرضنا مع حضراتكم مبالغ تم دفعها النهارده 4,200,000 دولار، وفي لسه 1,700,000 دولار، يعني تتكلم في 5,900,000 دولار، يعني 6 مليون دولار اضربهم في سعر الصرف النهارده، يعني انت بتتكلم في اكتر من ربع مليار جنيه. مين يحاسب على الفلوس دي؟ ده في وقت كان في بعض اشخاص في ادارات سابقه بيقولوا لك ان هم بيصرفوا على نادي الزمالك. ده لو في ناس عايزه تدمر الزمالك وتبركوا كده على الارض هيتقوا ربنا انه ما يسيبهوش بالحاله اللي هو فيها دي. لو شيوخ منصر مش هيعملوا كده في نادي الزمالك. فده يوضح لحضراتكم قد ايه الاداره الحاليه ورثه تركه مليانه ببلاوي، مليانه بقضايا تستوجب تدخل وتحقيق قانوني. وفي نفس الوقت اللي بيسدوا بيه كل المبالغ دي هم كمان بيبحثوا ازاي يطوروا الالعاب سواء كره القدم او الالعاب الجماعيه، او يعملوا تعاقدات عشان يخلوا نادي الزمالك ماشي في طريق المنافسه، لان الجمهور في الاول وفي الاخر ملوش عند الاداره غير انه يشوف فرقته بتكسب. نروح للاخبار واهم العناوين. عرض ديانج مستقبل كريستو، تجديد السوليه صفقه منتظره، والسوبر ليج برنسيسه الهدف ريهام حمدي. منوره ريهام. نورك يا ابراهيم. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. انت ايه الاخبار؟ في كلام على الاولمبياد قبل ما نبدا مع عرض ديانج؟ في شويه كواليس كده ممكن نتكلم فيها طبعا قبل ما ندخل في تفاصيلنا دي كلها. الترابيز دي قولي لنا ايه صح؟ طيب هنبتدي بالاهلي. طيب الاول بما انه كان طرف اساسي في الازمه يعني او في الاحداث الاخيره، اول امبارح تحديدا خلال المحاضره الفنيه
في تدريبات النادي الاهلي كان المدير الفني مارسيل كولر يتكلم مع اللعيبه الثلاثه المفترض اصلا هم الاساسيين في الاولمبياد يعني مع المنتخب الاولمبي، كريم وكوكا طبعا وحمزه، وقال لهم ان هو مش عايز يبعتهم وان هو يعني زيهم زي اللعيبه الكبار ويفكر ان هو ما يبعتهمش، وتحديدا كان السبب الاكبر ان هو عارف ان هو هيحتاج كوكا خلال الفتره الايه اللي جايه يعني. طبعا الاحداث اتطورت زي ما شفنا اللي حصل ده كله خلال الكواليس الاخيره. النادي الاهلي ابتدى ان هو يتواصل مع الرابطه، وطبعا سياده النائب احمد دياب كان ليه فضل كبير جدا في ان هو يحل الازمه دي بصراحه النهارده يعني بعد التواصل مع الانديه كلها. لكن النادي الاهلي وافق على ان هو يرسل لعيبته ولكن بشرط التزام الانديه الثانيه بنفس الايه المبدا اللي هو ارسال لعيبتهم، وتحديدا بيراميدز عشان نكون واضحين يعني. ماشي. دلوقتي الاهلي بيتمنى ان ده يتم وان الانديه كلها تلتزم بان ده بيان الاهلي، ده بيان النادي الاهلي. تمام ماشي، بس يعني اللي في الكواليس ان هم بيتمنوا ان الانديه الثانيه تلتزم. نروح للانديه الثانيه. ايوه بيراميدز. اللي انا عرفته لما تواصلت مع احد مصادري هناك ان ابراهيم عادل هيخرج من المعسكر بتاع المنتخب وهيحضر ماتش الاهلي. تمام، يعني مش هيكون لسه ماتش يعني الاتحاد، هيخرج من المعسكر على ماتش اللي يرجع تاني. بالظبط، وهيرجع تاني عشان يسافر معاهم. تمام. هل هم عندهم ماتش الاتحاد كمان قبل ماتش الاهلي؟ أيوه. هل هيخرج لماتش الاتحاد ولا لا؟ هو كمان لسه ما اتحسمش الموضوع ده. لكن الاكيد انه هيشارك في ماتش الاهلي مع بيراميدز ضد النادي الاهلي. تمام. خلاص دي نقطه. لو ماتش يوم 12 للجمعه الجايه. بالظبط. وطبعا قبل الهوا كمان كنت بتكلم مع احمد طارق، احمد طارق قال لي ان الزمالك كمان بيفكر ان ما بعتش زيزو كمان وخرجه هو كمان يلعب الماتش اللي قبل السفر. تقريبا الانديه كلها بتقول اشمعنى ده اشمعنى ده اشمعنى ده، ومدرب كمان قال لك انا عايز علي زعزع تقريبا. بالظبط، وخلاص وخرج والكلام ده كله. فدي الكواليس الاخيره يعني، واللي انا عرفته ان هم حتى يعني كان في حد برده قال لي ان هم طلبوا ضمانات كتابية بأن الأندية التانية هتلتزم بإرسال لاعبيها وأن هم ما يخرجوش من معسكر المنتخب يعني. ده أحد المصادر برضو قال لي المعلومة دي. فدي الكواليس الأخيرة عموما كلها بتاعت معسكر المنتخب وخلاص يعني. نروح لديانج. عرض ديانج تفاصيله. في كلام كتير جدا اتردد الساعات الاخيره عن ان ديانج العرض بتاعه شراء، وان النادي الاهلي النادي هناك السعودي عارض 3 مليون دولار والاهلي طالب 5 مليون دولار. لكن الحقيقه التفاصيل دي كلها مغلوطه. العرض اصلا اعاره مش بيع يعني. ديانج المفترض ديانج المفترض ان هو هيروح السنه دي او الموسم اللي جاي اعاره لمده سنه واحده بس، والفلوس اللي طالبها الاهلي او الفلوس اللي واقفين عندها في المفاوضات لحد اللحظه دي طبعا ممكن تزيد، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل فيها. بس الرقم اللي احنا واقفين عنده 850 الف دولار في الموسم اللي هو هيروحه اعاره السنه اللي جايه. لكن مش شراء ولا الارقام خالص اللي بتتقال. ده المؤكد خلاص. لا ده مؤكد لحد اللحظه دي طبعا. تمام، نطلع من عرض ديانج الى مستقبل كريستو. فين كريستو؟ كريستو الفتره اللي فاتت بس عشان الناس كلها كانت بتسال عن سبب استبعاده من الفريق. اللاعب كان عنده وزن زايد، والوزن الزايد ده استمر لفتره طويله جدا يا ابراهيم مع الفريق، وتقريبا الجهاز الطبي للنادي الاهلي كان باستمرار عامل نظام غذائي للاعب عشان وزنه ينزل، ده بالاضافه لتقل الحركه طبعا خلال التدريبات وخلال بعض الجمل اللي بيطلبها منه المدير الفني لتنفيذها. فده كان سبب اساسي في استبعاد اللاعب خلال الفتره اللي فاتت، عشان التساؤلات الكتير ليه كريستو ليه ما بيلعبش ليه كريستو ده موهبه كبيره ده الكلام ده كله. لا، الوزن الزايد كان احد الاسباب الرئيسيه في استبعاد اللاعب من قائمه النادي الاهلي. بالنسبه للعروض بقى، اهم عرض او هو ما فيش عرض رسمي برضو يعني، هو الكلام حصل وتواصل مع اللاعب من نادي الترجي التونسي. تمام، بالمناسبه النادي الترجي التونسي، ودي معلومه عندي مؤكده، مهتم بواحد من اهم اللعيبه هنا في مصر. انا مش عارفه ازاي المعلومه دي تهت عن بالي بس جت دلوقتي. زيزو مهتم بالترجي التونسي، مهتم بزيزو. والله المعلومه دي مؤكده على فكره. وهيقدروا يدفعوا الفلوس بتاعت زيزو؟ معرفش، لا معرفش بقى ما هيقدروا يدفعوا مش هيدفعوا دي مش بتاعتي. بس هم فعلا مهتمين بزيزو وسالوا عنه. يعني سالوا عنه مين بقى؟ سالوا احد المصادر المقربه يعني. ده مفاجاه دي. والله ده المعلومه دي مؤكده مليون في الميه يعني. بالنسبه لكريستو وعرض الترجي، كريستو طبعا ابن النجم الساحلي، وانت عارف ان هناك النجم والترجي زي الاهلي والزمالك هنا في مصر، والنديه كبيره ما بينهم. فده سبب من احد الاسباب اللي مخليه اللاعب يعني مش بيفكر في العرض قوي لحد اللحظه دي يعني. لكن لسه ده العرض الوحيد اللي عند اللاعب او النادي الوحيد اللي اتكلم مع اللاعب. طيب نطلع من كريستو الى السوليه. السوليه المفترض ان خلاص يعني كان لحد الاسبوع اللي فات لسه الموضوع بعيد شويه، لكن خلال الساعات الاخيره او خلال 48 ساعه ابتدت الامور تقرب جدا ما بينه وما بين النادي الاهلي، وبنسبه كبيره خلاص اتحسم موضوع التجديد لمده موسم واحد. خلاص تم حسم هذا الامر. انت عارف ان كان السوليه عايز اصلا يجدد سنتين. أيوه. والرؤيه الفنيه كانت شايفه ان سنه واحده وبعد كده هنشوف اللي بعديها يعني، لكن لحد دلوقتي الاتفاق تم على سنه واحده. نروح الى الصفقه المنتظره.
الصفقة المنتظرة، الصفقة المنتظرة دي برضو هي مفاجأة يعني. ميدو حسام، ميدو حسام ده كان أحد اللعيبة الواعدة في النادي الأهلي أو في قطاع الناشئين في النادي الأهلي، وأحد اللعيبة اللي طلعوا من النادي الأهلي إعارة للتشيك. أعير فترة للتشيك وبعد كده لنادي فيكتوريا جيشكوف، وبعد كده رجع السنة اللي فاتت أو الموسم اللي فات عقده انتهى مع النادي الأهلي. راح الفري لنادي لنفس النادي اللي هو فيكتوريا جيشكوف التشيكي السنة دي، لكن في الوقت الحالي في مفاوضات من نادي الزمالك مع اللاعب وكيلو، وإلى حد ما في مركزه ايه؟ مركزه انا تصدق انا نسيت المركز بتاعه، بس اعتقد هو نص ملعب. نص ملعب اعتقد يعني، عشان ما بقاش برضو انا نسيت المركز بتاعه. بس عموما يعني حصل تواصل مع احد اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، وتم معاه عقد جلسه يعني. في مفاوضات متقدمه، في مفاوضات متقدمه مع اللاعب يعني. بمناسبه الصفقات، اخبار يحيى عطيه الله ايه؟ بص، في برضو كلام اتقال او من احنا اللي سامعينه ان هو مضى. لا 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 لا، مفيش اي حاجه من الكلام ده خالص. اكيد لا اكيد، وانا بقول لك الكلام ده على مسؤوليتي يعني. ماشي. على مسؤوليتي انا، مش مسؤوليه البرنامج. الحقيقه اللاعب ضمن الاهتمامات الفنيه للنادي الاهلي، واحنا قلناها مع بعض قبل كده، والنادي الاهلي سال او استفسر عن اللاعب، لكن لا في عرض رسمي اتقدم ولا في اي خطوه تمت لحد اللحظه. الناس قالت ان هو خلاص مضى وخلص، ولا في اي خطوه لحد اللحظه اللي احنا واقفين فيها دي رسميه اطلاقا مع يحيى خالص. لسه لحد دلوقتي النادي الاهلي مستني يشوف وضع معلول برضو الاول خلال الايام اللي جايه او الاسبوع اللي جاي، لكن برضو مش معلول مضى وخلص. لا لسه، لا لسه. اللي عارفه ان كابتن خطيب ادى فرمان بان يتم الانتهاء من تجديد المعلول. حلو ان احنا هنجدد وكل حاجه، بس المفترض ان كان كابتن امير توفيق هيقعد مع اللاعب ويبتدوا ان هم ياخدوا خطوات في القصه دي، لكن لحد دلوقتي لسه برضو الموضوع ما تمش. لم يتم الانتهاء منه. لا 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 خالص خالص. هل ممكن تحصل مفاجاه وما يكملش معلول في الاهلي؟ لا لحد دلوقتي ما فيش حاجه زي كده خالص. لا لا لا. القرار الاقرب ان هو يجدد، بس لسه القعده والمفاوضات والترتيبات والحاجات دي لسه ما حصلش حاجه. نطلع للسوبر ليج. السوبر ليج بقى، السوبر ليج انت عارف ان هي سبب من اسباب اللخبطه اللي احنا فيها. مزبوط. اصلا للموسم ده، لان هي استهلكت من وقت النادي الاهلي ومن وقت الدوري عندنا كمان. وقت طويل جدا، وكانت بطوله مرهقه جنب العوائد الماديه بتاعتها. في اخبار ترددت خلال الساعات الاخيره ان النادي الاهلي بيفكر ان هو ما يلعبش البطوله تاني بسبب المكافئات بتاعتها. حلو، انا هقول لك ان لو المكافئات، المكافئات قد ايه؟ المكافئات كان تقريبا المشاركه 900,000 دولار، بس بعد كده بقى انت كل ما بتوصل دور وكل ما بتوصل لفاينل او سيمي فاينل العوائد بتزيد، بتزيد معاك. النادي الاهلي اي بطوله هيدخل له دخل منها هيشارك فيها مهما كانت البطوله. دي ايه؟ تمام يعني. حتى لو السوبر ليج فضلت بنفس الارقام بتاعتها وبنفس الفلوس بتاعتها، فالنادي الاهلي هيشارك فيها. لكن المفاجاه اللي معانا ان بنسبه ان الاهلي واخد وعد اصلا من كاف ان المفترض البطوله الجديده العوائد الماديه بتاعتها هتتضاعف اصلا. فبالتالي النادي الاهلي لا هيشارك بشكل عادي جدا في البطوله، ومفيش اي صحه للاخبار اللي تم تداولها عن ان النادي الاهلي مش عايز يشارك في البطوله يعني. يعني اي بطوله جاي منها أي عوائد، اي بطوله داخل منها عوائد. انت عارف النادي الاهلي بيصرف كتير جدا، سواء على الصفقات، سواء على رواتب الاجانب اللي عنده في القطاع النادي الاهلي اللي هو الفريق الاول، او حتى في الالعاب الاخرى والعاب الصالات والكلام ده كله، فبيحتاج الدولارات والعوائد الماديه اللي بتدخله. فبالتالي اي بطوله مهما كانت هيتم عرضه عليه عشان يشارك فيها هيشارك بشكل عادي. ميدو حسام بيلعب مساك بالمناسبه. مساك؟ طيب شكرا مساك يا جماعه، والله انا نسيت. انا نسيت فعلا. اخيرا بيرسي تاو، في اخبار عن بيرسي تاو؟ بيرسي تاو مفيش اي عرض رسمي، والموضوع واقف لحد دلوقتي. العرض اللي ماشي بشكل قوي جدا والمفاوضات ماشيه بتاعته هو ديانج. بالمناسبه كهربا كمان برضو، عشان اتقال ان في عرض من الخلود، من الخلود برضو، لحد اللحظه دي مفيش اي عرض رسمي وصل للنادي الاهلي يخص كهربا اطلاقا. الموضوع كله مجرد كلام بس مش اكتر من كده. يا ريهام نورت الدنيا. بنورك يا ابراهيم، الشكر ليك. متشكره جدا. في حاجه مهمه. اتفضلي. المهاجم مين؟ انا كنت في سوبر ماركت لقيتهم بيقولوا لي مين المهاجم يا ريهام. بجد والله العظيم. طب ايه كنت بتجيب؟ جبنه رومي ولا ايه؟ قلنا طب جبنه رومي والله. بجد والله العظيم. فلقيتهم سابوا كل حاجه بيقولوا لي قولي لنا مين المهاجم. طب مين المهاجم؟ بص، اللي انا عارفاه ان في مهاجمين تم ترشيحهم من قبل المدير الفني، وفي مهاجمين تانيين تم ترشيحهم برضو من قبل لجنه التعاقدات والسكاوتنج تيم في النادي الاهلي، منها اسامي قديمه كانت مطروحه واسامي جديده تم طرحها. بس في اتنين لعيبه، واحد فيهم بيلعب في الدوري السويسري والتاني بيلعب في الدوري البولندي. تمام. الاثنين دول تم السويسري والبولندي. والبولندي الاثنين دول تم ترشيحهم برضو خلال الايام اللي فاتت يعني، لكن لسه برضو ما فيش اي خطوات يعني او اي استقرار على حاجه يعني. لسه ما تمش الاستقرار. لا 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 لسه. بص، هو لحد دلوقتي ما فيش ولا صفقه اتحسمت غير يوسف ايمن. طبعا جه وعمل الكشف الطبي والموضوع خلص خالص، لكن موضوع المهاجم ده لسه رايح جاي، باك شمال لسه رايح جاي كده يعني. يعني نفهم من كده ان ما فيش مهاجم محلي على رادار الاهلي نهائي خالص. نهائي. وانا سالت السؤال
السؤال ده تحديدا، هل في مهاجم محلي بتفكروا فيه مثلا ممكن يكون بديل ثالث للاجنبي اللي هيجي مع وسام، او في حاله خروج كهرباء او الكلام ده كله؟ اتقال ان في الدوري المصري في الوقت الحالي مفيش مهاجم يقدر يقنع الجهاز الفني او النادي الاهلي. وحقيقه رجوع محمد شريف؟ لا، محمد شريف برضو زي ما قلت لك، لا محمد شريف مكمل بشكل عادي جدا بره مع النادي بتاعه في السعوديه. لا لا لا، ما فيش اي حاجه خالص تخص محمد شريف. الهام حمدي، نورت الدنيا. بنورك يا ابراهيم، كل الشكر ليك. ميرسي جدا، شكرا. العالمي ميدو في الهدف بعد الفاصل، خليكم معانا.